في سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده في تجهيز وإعداد وجبات الإفطار للأسر النازحة من قطاع غزة في مركز الإمداد الغذائي بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. يقوم المركز التابع للهلال الأحمر بتجهيز 16,000 وجبة إفطار وسحور يوميا لأبناء قطاع غزة، وإعداد 40,000 رغيف خبز طازج عن طريق خط إنتاج الخبز بالمركز، فضلا عن تجهيز السلات الغذائية وإيصالها إلى النازحين في قطاع غزة. احنا تقريبا يوميا بيطلع ما يقرب من 20,000 وجبة يوميا، وجبة كاملة، سواء بقى في سحور فطار، الوجبات كلها بتطلع كاملة، وكل صنف له الحاجة بتاعته. وزي ما ظهر لنا في أثناء المرور أنه الرقابة على الأغذية وعلى المأكولات رقابة حاكمة وجديدة. ساعد في دعم غزة، بنعمل وجبات بنسلمها للهلال الأحمر الفلسطيني، بنعد الوجبات الطباخين بيجهزوها واحنا بنتم تغليفها وتعبئتها في كراتين تبع السلة الغذائية.